صباح الخير عليكم حباب البعاد والقراب. اليوم العيد، عيدكم مبارك مسعود، يدخل عليكم بالصحة والهنا، تعيدوا وتعاودوا إن شاء الله. عيد افطر له الشعرية والحلويات. بارك الله بارك الله بارك الله. ديال الفاتحة نقص هذه هي الشده، هذه هي الشده، هي هذا ماشي راه دوره احيد من قدام. جا وقت الكبدة، شوفوا الكبدة، شوفوا هاد الكبدة الأولى بعدا، والآخر باقي كاع متذبح، وغنوجدوها باش ملي ذبحو الآخر لقاو هادي موجودة. ودابا عروستي وراتني واحد الطريقة ديال هادي، شوفوا واش نعرف ليها. تبارك الله، كيفاش هاد الردة ندير لها بحال هكا، قالت هكا. زيدي 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 شوفي زيدي زيدي. هانتيا شوفي طريقة جديدة، طريقة جديدة هادي. بسم الله هادي كلشي الميكرو بحالها. طريقة زوينة هادي، زوينة
صباح الخير عليكم حباب البعاد والقراب. اليوم الخميس نهار قبل العيد، ايوا ان شاء الله غادا نذبحوا الحولي الاخر. وحد غادي البارح ما سالاوش الناس اللي تيذبحوا، ما سالاوش من خيمه لخيمه وبقى لنا واحد. اليوم ان شاء الله غادا نذبحوا، نوجدوا الخبز بعدا. كتحركوا باش تردموا شويه ما يبقاش داك الجمر باين. صافي بات فرشيش ليه دابا ردمتي داك الجمر هادكا تعلمتي. شوف اليوم غب العيد عاد غندبحوا هذا الخروف. هذا البارح عياو مساكن داروا على الخيام على الجيران كاملين عياو. ايوا دابا الحماس اللي كان البارح ها فين هما الدراري فين هما. بسم الله بسم الله ربي يكون على خير ان شاء الله. زين زين قالها اليوم ان شاء الله غادا نطيب هنا في العواد في هذه هي نلستها وغنديرها فيها هنا الضلعه غنديرها في داك الحماس غنخشيها هنا في هذا هاد الفرنة هذه اللي درتها خصوص الحماس. الفرنة درتها مسدودة على حساب طنجية. دابا تبارك الله اللحم حيت كتير غادا نديرو في الحماس وندير معاه الخضرة نضل نعمرها بالخضرة ونديرها في هاد الفرنة هذه ونسد عليها بهذه هاي القفالة ديالها ديال الطراف. هانتي آية هي قالت لك شو مسكينه قلبها المستري قلت لها قلبي مو عارف باش ما تضربش يدها هايكا ها قالت لك قلبي موس موس واذا تشد الكنب ديال الطباقي سبحان الله كتقولوا لي البسطام 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 الله عمرني ما سمعتها هذه ثاني قلت لي منين الكنبس تيقولوا لي البسطام فيه بزاف ديوب خاصو الفلوس هادي راه عمروها بالخضرة ما درناش
حماس حطيته في هذه اللي كانت شاهله قبيله الفرنه مسدوده، حليت ليها الشريج من هنا منين تنفس، خرج الدخان ودرت في الحماس عامر بالضلعه. ايوا نسد عليه بهذه، ها هي، وخليه حتى يطيب على خاطرو في الصهد. هذا رجع ليه ان شاء الله تشوفوا معايا حقكم في الجنه. ها الرويس طاب بدا يطيب، ودابا غنديرو في الخباز يسخن. فرقتو وغسلتو وعاد رديتو كي كان باش يجي ديك القضيه ملي شمع فمك. ها هو دابا جد الله عليك. دابا حنا قاعدتنا كنفطروا بالراس، تنبيتو يطيب اللي كان هو كيطيب، والصباح تنزلو نسقطرو من الماء ونخليه بما ناضو الدراري وتجمعنا، كنشعل الخباز يسخن وكنديرو فيه باش ينشف ويسخن، كنفطروا به والقطبان. وهادي الضلوع اللي درت في البرمة في الكسكاس هما طابو. ايوا هما دابا بغي يسبقو هاد الضلعة هادي اللي طايبة في الكسكاس، اما هذيك الاخرى اللي عمرت بالخضره قالك خليها من بعد العشاء.